السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو احضرت لكم حل نهائي لمشكلة هناك خطأ في تثبيت الحزمة. يعني انا لما اجي لنزل برنامج او لعبة من خارج المتجر يعني من الملفات في هاتفي او من الواتساب فبيعطيني هناك خطأ في توزيع الحزمة. فهلا رح نشرح شو اسباب هي المشكله وشلون بنحل المشكله لجميع هواتف الاندرويد. لتعرفوا شو هو حل المشكله فقط ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. مثل ما ذكرنا راح نشرح هلأ شلون بنحل مشكلة هناك خطأ في توزيع الحزمة في جميع هواتف الأندرويد. طبعا المشكلة هاي بتصير لما نحن بننزل برنامج أو حدا بيرسل لنا برنامج من خارج متجر جوجل بلاي. يعني حدا بيرسل لنا على الواتساب أو على الواي فاي وبنفوت إلى الملفات او الواتساب، يعني بنفوت الى الملفات من هون وبنثبته، فبتحصل هي المشكله. فاللي بيصير انه هاتفنا ما بيتعرف على هي النسخه لانه بتكون نسخه لغير هاتف وبيكون الترميز خطا. فلحتى نحل هي المشكله يعني اول خطوه راح يعني نتجه يعني الى الضبط في هاتفنا. ثاني شيء راح ننزل الى المقاييس الحيويه والحمايه، يعني نحن بهمنا قسم الحمايه في هاتفنا. الحمايه مو شرط يكون المقاييس الحيويه، يكون اسمها الحمايه. نحن هلا هون بالحمايه راح ننزل ونلاقي خيار تثبيت التطبيقات غير المعروفه. هذا الخيار تثبيت التطبيقات غير المعروفة لازم نفعل هذا الخيار، ولكن في بعض الاصدارات ما فينا نفعل غير يدوي لكل تطبيق. مثلا البرنامج اللي فيه المشكلة راح نشوف وين موجود، اذا في الواتساب ولا الملفاتي فراح نعطيه الصلاحية. مثلا في ملفاتي راح فوت واعطيه هون السماح، هيك راح اعطيه سماح. فهذا الحل الاول. برجع طبعا هون اذا ما انحلت المشكله فعندي حل راح نجربه، هو نحن انه نتوجه الى الملفات والى البرنامج نفسه راح نجلس عليه كبسه طويله ونعمل له مشاركه باستخدام درايف. راح نرسله الى درايف ونحدد له مجلد ونخليه ينرفع الى مجلد معين، وبنفوت الى هذا المجلد وبنثبت التطبيق من داخل درايف. مثلا انا رفعت تطبيق مثلا معين الى مجلد في كين ماستر، مثل كين ماستر رفعته الى مجلد في درايف. بعد ما ينزل راح يجلس عليه كبسه طويله فراح يبدا يحلل البرنامج من خلال الدرايف وليس من خلال الهاتف. ف يعني بدل هون انه في احتمال يشتغل البرنامج راح نستنى ليفتح التطبيق هون وراح يتم تثبيت التطبيق، يعني مثل ما هلا راح نشوف بس ينتهي. طبعا هون بدنا نعطي صلاحية للدرايف، نحن اعطينا الصلاحية فقط للملفات، طبعا بنعطيهم صلاحية. راح لاحظ انه اعطاني جار التثبيت وراح يثبت نظامي بدون اي مشاكل. بتمنى ان يكون افادكم وعجبكم هذا الفيديو.